كيف ذلك؟ الله سبحانه وتعالى عندما ذكر الأمن والرزق والصحة والتنمية وكل أمور الأمور الحياتية سبقها الأمن. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. خدوا بالكم، يبقى الأمن هنا مقدم على إيه؟ مقدم على جاب الرزق، مقدم على الصحة والعافية، الأمن مقدم على التنمية نفسها. فلما دخلوا على يوسف فآوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. الأمن إنك تعيش آمن في بيتك. سيدنا موسى عليه السلام وكل الأنبياء فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. الأمن يا سيدي، عايشت في أمن بس مضى عليا، ما لو ما عايشتنيش في أمن وقدام أكل وشرب ونساء وده وكل ده مش هقدر أكل لقمة، مش هقدر ابص لمراتي، مش هقدر العب مع ابني. خلاص يعني لو جبنا شاه وربطناها في مكان وحطينا قدامها اكل وشرب وكل حاجه، وجبنا ذئب وربطناه قدام الشاه دي، الشاه تقدر تاكل حاجه يا اخوانا؟ ابدا والله، هتفضل الشاه باصه للذئب كده وهي خايفه منه مع ان الاثنين مربوطين، هتفضل تبص للذئب لحد ما تموت مكانها وما تاكلش حاجه عود حشيش حتى. ليه؟ لأن خايفة. ما تقدرش تعيش من غير أمن. ما تقدرش تعيش من غير أمان. يا سيدي عايشت في أمن وأمان ومش عاوز حاجة منك تاني. أكل وشرب إيه اللي إحنا بنناموا بعض عليه؟ أكل وشرب إيه اللي بنلف على الجمعيات بالساعة واتنين وتلاتة عشان أخد 2 كيلو سكر؟ أنا ما عنديش في البيت سكر. أنت ما عندكش في البيت كيلو واتنين وتلاتة وعشرة؟ عندك. زعلان ليه؟ ايه اللي مزعلك بس؟ مفيش حد يستاهل انك تزعل. نعمة الأمن اللي احنا بندور عليها النهارده دي والحمد لله اللي ادينا نعمة ربنا عليها ونشكر فضله. ده سيدنا إبراهيم قال رب اجعل هذا بلدا آمنا في الأول وبعد كده ارزق أهله من الثمرات، بعد كده ارزقهم. اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد بعد كده العناية تعرف عبادك، لأن لو مفيش أمن مش هتقدر تيجي الجامعة، لو مفيش أمن مش هتقدر تنزل الشارع، لو مفيش أمن مش هتقدر تروح شغلك، مش هتقدر تفتح دكانك عشان تبيع، مش هتقدر تمشي في الشارع وتجيبك 10 جنيه، بنتك مش هتعمل عليها تمشي في الشارع، مش هتقدر تنام الليل، هتقعد الليل كله سهران، العروق قدامك مستنيك تنام. ده لو جاب لك فلان هيسرق الليالي هتقعد الليل كله سهران. طب فما بالك لو جالك واحد هيسرق الليالي وقعد قدامك اهو تعمل ايه؟ ما احنا عاوزين الاساس. نفسنا نتكلم في الاساس. نفسنا نقوم من النوم نشكر ربنا. نفسنا قبل ما ننام نشكر ربنا. نفسنا واحنا قاعدين في المواصلات نتكلم في ذكر ربنا. واحنا قاعدين على المكاتب نذكر ربنا، واحنا ماشيين في الطرقات نذكر ربنا. انما احنا راكبين عربيات ماشيين في الطرقات قبل ما ننام بعد ما نقوم من النوم، كل ده السكر بقى بكام والرز بقى بكام والزيت بقى بكام والعيشه بقت غاليه، ما اعرفش ليه؟ ليه كده؟ ليه نسينا ربنا عشان ايه؟ الهيسين